التقى الفريق أول ركن اسمه الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع فخامة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني في العاصمة إسلام أباد، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في كافة المجالات. سلم الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى فخامة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعوته لزيارة المملكة. من جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة، وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية لما فيه المصلحة المشتركة ومصلحة الأمة الإسلامية. في نهاية اللقاء شكر الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى رئيس الحرس الوطني رئيس الوزراء الباكستاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار. حضر اللقاء السفير محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، والعميد الركن عبد الرحمن راشد السعد مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني.